الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 71 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي كنا بسبب شرحه في الدرسين الماضيين، وهو الحديث الذي يرويه شيخان عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط، أي ثلاثة أشخاص، إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقاملوها، أي رأوها قليلة، وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنا والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كنا قد وصلنا من شرح هذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء. أوضحنا أن الزواج وإن بدا للإنسان أنه متعة من أبرز المتع الغريزية في كيان الإنسان، ولكنه إذا طبق على النحو الذي رسمه الله عز وجل في حياة الإنسان عبادة من أسمى العبادات. وقلنا أيضا السبب في أن هذه المتعة ذاتها إذا طبقت على النحو الذي رسمه الخالق عز وجل لعباده، السبب في أن هذه المتعة تكون عبادة من أعظم العبادات، أما الإنسان لو لم يمارسها على النحو الذي شرع الله لابد أن يمارسها على النحو المناقض لما شرع الله. فالحصن الوحيد الذي يقري الإنسان من الولوغ في الفواحش هو هذه المتعة على النحو الذي رسمها الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك، ولما كان الزواج إذن هو الحصن الذي لا ثاني له، الذي يقي الإنسان ضد أخطر موبقة من الموبقات، كان هذا الحصن والالتجاء إليه أعظم عبادة من العبادات. شرحنا ذلك وأوضحنا بناء على هذا التحليل الذي بيناه أنه لا معنى
في قاموس الشرع للزوج في الزواج أبدا. يمكن أن يزهد الإنسان في أي متعة يزهد فيها بدون عوض لا أشكال، أما الزهد في الزواج فليس قربة بل هو نقيض القربة، لأن الإنسان إذا زهد في الزواج فهو أحد رجلين، إما أنه غير سوي الدنيا فهو شاذ في تركيبه البشري وهذا ساقط من ميزان التكليف في هذا الصدد، وإما أنه سوي الدنيا وجوده وجوده في الزواج لا بد أن يترجم بوقوعه في الفاحشة. ولذلك كان يقول عمر رضي الله عنه لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور، لا يمنع أي لا يزود الإنسان في النكاح إلا أحد عاملين، عجز لا كلام لنا في ذلك أو فجور. فما معنى أن يزهد إنسانا في متعة زهده فيها يهده في الفجور؟ لا معنى لهذا الزهد قط. ثم بعد ذلك وبعد أن تبين لنا هذا المعنى بهدوء قلنا إنني أتصور أن كثيرا من الشباب يقولون بألسنة حالهم إننا نعلم هذا الكلام ولسنا بحاجة إلى مزيد من البرهان على ما تقول، لكن المشكلة تكمن في كيف ننفذ هذا الواجب الشرعي وكيف يمكن للشاب في هذا العصر أن يحقق هذا المعنى الذي مدد الله إليه عباده. بدأنا في الجواب ولم يتم الجواب وأرجعنا تتمته إلى هذا اليوم. قلت الحقيقة أن هنالك أزمة زواج في هذا العصر لا شك في ذلك ولا ريب، وهذه الأزمة تنبع من عدة عوامل. العامل الأول يتمثل في آباء الشباب الذين يحتاجون إلى الزواج، والعامل الثاني يتمثل في آباء الفتيات اللائي يحتاجن إلى الزواج، والعامل الثالث يتمثل في تصرفات وحال الأغنياء من الناس، والعامل الرابع يتمثل في دور المسؤولين الذين ينبغي أن يساهموا بدورهم في حل هذه المشكلة. أما الآباء آباء الأبناء فالمشكلة بالنسبة إليهم هي أن كثيرا منهم ولا نقول الكل، أن الكثير منهم يدين بالمال الذي أعطاه الله إياه، يظن بهذا المال أن ينفقه في تزويج أبنائه باكرا، سواء كان يظن بهذا المال من أجل أن يصرفه في متع وشهوات شخصية أخرى، أو كان يظن بهذا المال لأنه يرى أن زواج ابنه ليس أمرا ضروريا وحتميا، لأنه يمكن أن يتسلف كما أوصت بعض الأمهات أبناءهم، بل كما يوصي آباءهم أيضا أبناءهم إذا ألحقوا في الحاجة إلى الزواج يقول الأب أو الأم أو يقول الاثنان لماذا لا تتسلف ريثما يتهيأ لك أسباب الزواج. وهذه لا نشك في أنها جريمة
جرينا بالمعنى القانون والمعنى الشرعي لهذه الكلمة، جريمة من الآباء في حق أبنائهم، وتتضاعف هذه الجريمة عندما يتبدى الرجل في مظهر الإنسان الغير على دينه، لكنه لا يترجم غيرته هذه إلا برحلة مكوكية إلى الأراضي المقدسة في كل عام من أجل الحج، هكذا يترجم غيرته الدينية. وفي الباب السابق الذي انتهينا للتوبة من دراسته، باب كثرة طرق الخير، علمنا جميعا ووعينا سوء عقل هذا الإنسان وتخلف فكره الديني، لأن هذا الإنسان حصر الدين كله في رحلة موسمية إلى الحج أو العمرة، مع أن الإسلام ليس كذلك. الإسلام عبارة عن جواب على السؤال التالي: ما الحياة؟ وكيف تتعامل أيها الإنسان مع أخيك الإنسان ومع الكون والحياة؟ الإسلام هو هذا كله. فلئن كان في المسلمين من لا يبالي أن يسقي بالمال عام الإكرام في سبيل الذهاب إلى الحج، حتى إذا ذكر هذا الإنسان بحاجة ابنه إلى الزواج تحول إلى إنسان صحيح يدخل بالكرسي الواحد، فلنعلم أن هذا الإنسان ليس صادقا في دينه، وإنما ألبس شهواته لباس الدين. المصيبة الثانية تتمثل في آباء الأمهات، آباء وأمهات عفوا، آباء الفتيات في آبائهن وأمهاتهن. تلك الأسر اللائي تستغل الواحدة، الأسرة الواحدة منها مسألة تزويج البنت التي عندها من أجل أن تجعل لنفسها من هذا الزواج دعاية معنوية وبابا من أبواب الارتزاق والتجارة. هذه أيضا جريمة، ما مثلها جريمة، وما أكثر هذا النوع من إساءة الآباء والأمهات في حق بناتهم، وهي نوع من الأنانية البشعة. أن ينظر الأب إلى ابنته على أنها سلعة تجارية، ويذهب فيغالي في مهره إن من أجل مباهاة، حتى يقال إن ابنته قد ذهبت بأغلى مما ذهبت ابنة جاره أو ابنة حيه فلانة بنت فلانة، هذه دعاية معنوية، أو من أجل قصد تجاري مادي يتاجر بتزويج ابنته، ويحاول أن يجعل من هذا الزواج باب تجارة. ونحن نرى صورا كثيرة من هذا النوع، ونعيش واقعا خطيرا من هذا النوع. ولا شك أن تحليل هذه الظاهرة يفسر بأنه تخلف حضاري، تخلف في الوعي، تخلف في الفكر، وتكالب ما مثله تكالب على المال. وكلما كان الرجل أو الأبوان أكثر شهامة ومرورة، كلما كان أكثر سخاء في أن ينفق على تزويج ابنتهما، لا أن يجعل من تزويج ابنتهما أداة لجمع المال. وقد أكاد أن أقول لكم إن المجالس التي حضرتها بين يدي
خطبة وكتابة وعقود تكاد لا تحصى. هذه المجالس التي أنفق فيها الوقت السخي من أجل المساومة ومن أجل المغالاة المجهولة، وما أكثر ما قلت وقال مثل كثيرين. أيها الإخوة، إنكم بهذه المغالاة تدفعون أمثالكم إلى أن يقلدوكم في هذا الأمر، وبهذا تعزمون الشباب عن حقهم الطبيعي. هذه المسألة لا حد لها. إذا وضعت رقما معينا لأغالي ولأبالغ في تزويج ابنتي، فإن جاري غدا سيغرق وستغرقه زوجته ويغرقه الجو، لأنه سيقال نعم إن جارك قد زوج ابنته بمبلغ كذا، فكيف يمكن أن أرضى برقم أقل من ذلك؟ لأن الحياة عندما لا يكون أهلها مندفعين بدافع وعي ذاتي، مندفعين بدافع التقليد الأعمى. أسرة قلدت أسرة وثانية قلدت ثالثة وهكذا. وما رأيت أسخط من رجل يكون ترجمانا لزوجته، يخرج من بني الجمع الذين احتسبوا في داره ليغيب فيسمع رأي زوجته فيعود ويكون لسان ترجمان له. نعم فلانة، نعم زوجت بكذا، فلانة زوجت بكذا. ما هذا السحر؟ ما هذا العار؟ نعم أنا عندما يأتيني الشاب الذي أرتضي خلقه والذي أرتضي سلوكه وسمعته، ينبغي أن أعلم أني أصلي إلى ربح عظيم في أن أجعله سهرا لي ولو كنت أنا الذي أدفع عنه المهر. العقل هكذا يتصور. أما المشادة التي تقع مشادات لا آخر لها ولا أول، صورة بشعة تجعل الإنسان يخجل من أن يرسم وقائعها وحدود النقاشات التي تجري فيها. وإن كنا نعزي أنفسنا بصورة مقابلة أخرى، وإن كانت هذه الصورة المقابلة الأخرى ضئيلة بالنسبة إلى كثرة صورة رجال، قد يكون من الغنى بمكان، ولكن أحدهم إذا رأى الشاب المناسب لا يفتح فمه بكلمة، بل يكون لسانه لسان شكرا أن يقترن هذا الشاب بابنته ويمد يد السخاء زود استطاعته، وربما يكون الماضي بدلا من أن يكون الآخر. هذه الصورة موجودة، لكن ليس أن هذه الصورة هي التي تنتشر وتبيع. الصورة الأخرى هي المتغلبة. هذه هي العقبة الأخرى. إذا العقبة الأولى عرفناها، عندما يضل الآباء بتجهيز أبنائهم في المرحلة المناسبة. العقبة الثانية يجعل كثيرا من الأسر من تزويج بناتهن أداة تجارة أو بوق دعاية كما قلت الآن. المشكلة الثالثة ولعلها المشكلة الكبرى أن الأسرة قد تدافع عن نفسها، يعني والد الشاب قد يدافع عن نفسه بأننا لا نجد دارا، لا نجد مسكنا، ولم تعد بيوتنا اليوم هذه البيوت المعلبة بعضها فوق بعض، لم تعد تتسع كما كانت تتسع بيوتنا العربية
تجوز اكثر من اخ في دار واحده. كان هذا بالامس يمكن. اما اليوم فمعظم هذه الدور صغيره جدا لا تكاد تتسع لاكثر من اسره واحده. فكيف ازوج ابني اذا كانت هذه هي المشكله التي تفرض نفسها وتغلق علي الطريق الى تنفيذ ما امر الله؟ هذه مشكله اخرى الى جانب المشكلتين الاوليين. هذه المشكله موجوده ايها الاخوه، ولكن ما من مشكله الا ولها حل. ومفتاح هذا الحل موجود لو بحثنا عنه، وربما بحثنا فوجدنا المفتاح امامنا، وهو ينادي بلسان الحال ان تعالوا فاستعملوا. ما المفتاح؟ مفتاحان اثنان. نبدا باولهم. المفتاح الاول بيد الميسرين والاغنياء من اهل هذه البلده. وهؤلاء الاغنياء كثرا بحمد الله، والغني الواحد من قائمه هؤلاء الاغنياء يملكون من الاموال ما لعلكم لا تتصورون عده وحقه. هؤلاء الاغنياء قسما، قسما منهم ينصرفون عن الدين نهائيا، سكارى يتقلبون ويتمرغون في اوحال شهواتهم ودنياهم، وانا اقسم عنهم انهم اشقياء لم يذوقوا طعم السعاده الحقيقيه، لكنهم يلهثون وراء شبح السعاده من خلال طريق واحد، هو طريق الولوغ في الحرام وصرف المال فيما حرم الله، ثم الكد والتعب وراء المزيد تلو المزيد تلو المزيد، وسيتخطفهم الموت وهم يلهثون وراء هذا المال، ولن يشعر احدهم بساعة راحة من وراء هذا السعي الذي لا يهدأ ولا يستريح. هؤلاء لا كلام لنا معهم، لانك لو حدثتهم لاحجموا واعرضوا، والحجب بيننا وبينهم مستوى، ولكن نسال الله عز وجل لهم الهدايه وان يسرق قلوبهم بادراك حقيقه قصه هذه الحياه من مبدئها الى نهايتها. عندئذ نبدا الخيانه. القسم الثاني من هؤلاء الاغنياء ولعلهم كثر هم المؤمنون بالله، المتعاطفون مع شرع الله عز وجل. المصيبة جل هؤلاء الاغنياء انهم فهموا الاسلام، اي فهموا من الاسلام زاوية من زواياه فقط. الاسلام كل الحياة، الاسلام كل البناء الاجتماعي كما شرحنا واوضحنا وفصلنا في الباب السابق، باب بيان كثرة فرق الفكر، شرحنا هذا وتبلور هذا المعنى في اذهاننا. هؤلاء لا يزالون يتصورون معنى تقليديا ضيقا ضيقا للاسلام، يتصورونه في تصرفات معينة أو في شرائح معينة من شرائح الحياة. فعلى سبيل المثال يعلمون أن الإسلام يتمثل في دفع المال من أجل بناء المساجد، إذن يدفعون المال الكثير ويكرمون بالمال الكثير بناء المساجد. لا نشك انه جزء لا يتجزا من النشاط الاسلامي والسعي الى بناء المجتمع الاسلامي. وماذا نقول بعد قول الله عز وجل انما يامر مساجد الله
من آمن بالله واليوم الآخر. لكن الإسلام عبارة عن كل البناء الاجتماعي على النحو الذي رسمه الله. الإسلام ليس عبارة عن أن أتصدق على فقير صباحا وأبذل تبرعا من أجل بناء مسجد مساء ثم أسرع إلى الصلاة بين هذين الميقاتين فقط وانتهى الأمر. الإسلام يساوي كل حي. من الأجزاء الأساسية التي لا تنفصل عن جوهر الإسلام بناء الأسرة. بناء الأسرة جزء ما يتجزأ من جوهر الإسلام يلد بناء الأسرة الإسلامية. ولو قارنا بين بناء مسجد وبناء أسرة مسلمة لما رأينا بينهما أي تناسب في أي بقعة يمكن أن تصلي. جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا هكذا يقول رسول الله. لو لم يكن في هذه البلدة مسجدا واحد لأمكن للناس أن يصلوا في أي بقعة ولأمكنها أن يجمعوا أنفسهم ويصلوا صلاة الجماعة في أي ساحة في داخل البناء في داخل البلد. لكن كيف يمكن أن تنشئ مجتمعا إسلاميا بدون الصدى ولقمة الأسرة المسلمة؟ كيف يمكن؟ بل الظلم ينبغي أن يعلم أنه كمسلم يجب أن يتحرك لتطبيق كل الإسلام بالجهد الذي يمكنه وبالقدر الذي يدخل في طوقه قدر. فالمال متعني الله وأكرمني به والمال مال الله. إذا أنا أجعل هذا المال مطية للدين الذي أتفاعل به. أبني به المساجد، أبني به الأسر المسلمة، أبني به الاقتصاد الإسلامي الموجه إلى ما يسعد الفرد والمجتمع. أنفق منه على أسرتي وأولادي، أمتع نفسي منه بالشكل الذي شرع الله سبحانه وتعالى، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنفقوا على ماذا؟ على كل منافذ النشاط الإسلامي، بناء المساجد، بناء الأسر، إغناء الفقراء، بناء الاقتصاد، الإنفاق على الأسرة، الإنفاق على النفس وتمتيع النفس. كل ذلك من الإسلام حسب الأولويات التي شرحناها في دروس الماضي. أغنياؤنا في هذه البلدة لا شك أنهم مضرب مثل في القيام من أجل بناء المساجد. وبناء المساجد عندنا شيء يرفع الرأس عاليا ولله الحمد. لكن ما الذي جعل هؤلاء الإخوة بمقدار ما يتنبهون إلى المساجد وأهميتها وينشطون للسعي من أجل بنائها، بمقدار ذلك يغفلون كل الغفلة عن تخماد هذه النيران التي تشتعل في حياة الشباب والتي كادت أن تجعلهم أثرا بعد عين والتي كادت أن تجعلهم طعمة لشياطين الإنس والجن. لماذا؟ هذا مرده إلى عدم فهمنا الإسلام ككل، الإسلام الذي شرحناه في دروس مضى. يصور أن الإسلام عبارة عن شريحة تفرض نفسها في جانب من جوانب الحياة. من قال هذا؟ الإسلام صبغة الحياة، الإسلام منهج الحياة.
فإذا أضفنا إلى ما أقول لكم أيها الإخوة شيئا آخر يتعلق ببناء المساجد نفسه، فإننا نشعر أن الخطأ يتضاعف وأن البلاء يصبح أشد. يا أخي، المساجد شرع الله بناءها وما أعظم أجر من يسعى لبنائها بشكل من الأشكال. لكن المساجد كيف تبنى؟ تبنى بتقويم دعائمها وترسيخ أسسها وإقامتها بشكل نظيف أنيق بالتقوى. ما وراء ذلك من زخارف؟ أنا أسأل وأنا أرجو أي إنسان علم من الدين ما لم أعلمه أن يقول وأن يشيرني إلى المسجد. ما وراء ذلك؟ هل يدخل في بناء المساجد الزخرفة والمحراب؟ علاج لا يدخل في بناء المسجد وشيء غير مأذون. هذه الزخرفة وهذا المنبر لا يدخل تحت اسم بناء المسجد. هذه القباب التي تزين وتفخم وينفق عليها المال الكثير والوقت الطويل لا يدخل في شيء مما يسمى بعمارة المساجد. هذا الرخام الذي لا بد ان يؤتى به من اقصى البلاد وفي اغلى الاسنان لا ولا يستمر اطلاق. وصلى الله وسلم على من قال لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس بزخرفه المساجد. بزخرفه المساجد ليس بعد هذا الكلام المزيد أذر إلى مسجد ربما أنفق عليه ما يقارب 30 مليون ليرة. يمكن أن يتم بناء هذا المسجد بهذا الاتساع ذاته ب10 ملايين. لماذا لا أوفر 20 مليون وأضعها في صندوق إعصار الشباب؟ لماذا؟ أنا مثلا أضربه، كان الهدف مرضاة الله، والله إن مرضاة الله توقظ شعور هذا الإنسان المسلم وتجعله لا يقبل أبدا بهذا الخطر. أنا أريد أن يرضي الله عني بهذا الأمر. إذا مقياس رضا الله هو إيمان. آخر، ما الذي يرضي الله؟ يرضي الله أن أبني مسجدا واسعا، نعم، مشيدا، راسخا، نظيفا، أنيقا. ما وراء ذلك أدخره بخير آخر، وما أكثر طرق الخير، خصوصا وأنا أرى الشباب ذكورا وإناثا بأمس الحاجة إلى الزواج. واجبي العيني أن أعفه. لماذا أدخل هذا المال الوفير الكثير باسم المسجد في داخل المسجد؟ أدخله دفنا وبوسعي أن أبني به 10 أسر. بنيت مسجدا بالمال الذي احتجت إليه، أبني بما زاد من هذا المال مما يصرف للزخرفة والثريات الفاخرة ونحو ذلك، أبني بالبقية 10 أسر مؤمنة بالله توحد الله تتفرع عنها ذرية تسبح بحمد الله. ماذا لا أفعل ذلك؟ إذن هذا يدل على أن الهدف ليس اتباع مرضات الله. تمام، اقولها بصراحه، ما بعيد بعيث الى حفله
لافتتاح مسجد من المساجد التي تشاهد في هذه البلدة. وطلب مني أن أقوم فأتكلم. قم وتكلم. وأظنني أشرت إشارة لطيفة وبكل رفق إلى أن بناء المساجد فيه خير كبير وفيه أجر عظيم 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 جدا بالذات. ولكن ينبغي إذا بنينا المساجد أن نقف في بنائها عند حدود تعاليم الشرع، وأن لا نجمل ونزخرف وندفن المال الكثير باسم بناء المسجد في هذا العمل. وإذا للإخوة الذين دعوني فاضت قلوبهم غلبا من كلامنا. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا الغير؟ إن كنت خالفت شرع الله فأنا أستحق اللطم بسبب هذا الكلام، وإن كنت أردد ما أمر الله فالغلب مني غلبا من شرع الله. لماذا؟ قال علماء الشريعة الإسلامية، وهذه هي المراجع بين أيديهم، لو أن إنسانا دفع مبلغا من المال باسم بناء مسجد، طلبنا التبرع باسم بناء مسجد، فبذل الناس المال سخيا باسم بناء المسجد، لا يجوز صرف شيء منه إلى الزخرفة والنقوش أبدا، لأن الزخرفة والنقوش لا تدخل تحت اسم بناء المسجد. هذا محرم قولا واحدا. لكن لو أن إنسانا اشتهى أن يبنى له في مسجد منبر كهذا المنبر ودفع المال بسخاء وقال ابنوا لي في هذا المسجد منبرا بهذا الشكل، لا مانع، لكن علينا أن نقول له يا هذا سنبني لك كما تقول، لكن اعلم أنك لن تساب على ذلك، مالك هذا يذهب هكذا، نحن مكلفون بأن نمثل سنمثل، ولكنك لست مأجورا على هذا العمل. واضح الحكم موجود. ارجعوا إلى أحكام المساجد الإمام الزركشي، ارجعوا إلى أي كتاب، ارجعوا إلى كتب الحديث الوقف في كتب الفقه. وماذا بعد كلام رسول الله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بزخرفة المساجد؟ ومن أعجب العجب أن يقال لي أو لأمثال عندما يذكرون بهذا الحكم، لماذا تبنى الكنائس بأفخم الأشكال وتزين بأجمل وأغلى النقوش وتبقى مساجدنا هكذا؟ ما رأيت أسخف من هذا القياس أيها الأخوة. الكنائس تجمل بالصلبان وبالتماثيل، إذا فلنجمل مساجدنا به في ذلك. الكنائس تملا رباعاتها وزواياها ربما باوركسترا موسيقيه تعزف بسبب ان يجمل مساجدنا به. اي قياس هذا؟ اي قياس هذا؟ لو كان هذا القياس صحيحا لكان اولى الناس بالتنبه اليه وتنفيذه من اصحاب رسول الله والذين جاءوا من بعد كما من بعد ثم من تبعهم باحسان. منذ تلك العصور كانت الكنائس تزين، فلماذا ما قلدوا؟ ولماذا ما يعني صاروا وراءهم؟ نحن اذا اردنا ان نرفع الراس عاليا نرفع الراس عاليا بتنفيذ رباب ديننا، والا فما اعجز القصور أن ترفع لأمة جميلة رأسا. قصور هذه مسجد بسيط جدا 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 بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم خلقت الفتوحات؟ وما در
هذا المسجد الذي منه انطلقت الفتوحات أن أرضه كانت متربة، وأن الأمطار إذا عطلت تساقطت قطرات المطر على رؤوس المصلين. ما منع ذلك أبدا، كلام عجيب. لكن كل هذا لا شيء أمام الشيء الآخر الذي أكل. ندفع المال سخيا سخيا من أجل بناء المساجد حسنا، لكن نضيف ربما أضعاف ذلك من أجل الزخارف والثريات الفاخرة. ونحن نرى بأعيننا مجتمعنا يلتهب، وشبابنا بينما بغى الضياع. والله عندما أقرأ حديث رسول الله الصحيح فإن أمامكم أياما القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. لا أتخيل ولا أتصور هذا القبض على الجمر مطبقا إلا في حق الشباب. رجال لهم مساعي بصرية يعيشون في جو الله كما تعلمون، ثم إن أحدهم لا يجد ما ينجده، والمال يطير والأغنياء أموالهم لا تحصى، وفي أحسن الأحوال يتسابقون. نعم طوابير طوابير من أجل زخرفة المساجد، وتدفن الأموال سخية في سبيل ذلك. لو أننا جمعنا هذه قيمة هذه النقود، تكاليف هذه الزخارف، لو أن جمعناها مما بني من المساجد ووضعناها في صندوق لبناء الأسر وتدريج الشباب لغطى نصف حاجة الشباب يقينا. أن هذا مرده إلى أننا نتصور الدين في جانب من الحياة كمصباح أمرت به غرفة من بناء في 20 غرفة. البناء كله بدك تنوره، الإسلام جاء نورا لكل هذا البناء. ما ينبغي أن نتصور الإسلام بهذا المعنى التقليدي أبدا بشكل من الأشكال. وأقولها لكم فتية، لو أن بين أيدينا قدرا من المال إما أن ننفقه على بناء عدد من المساجد نحن بحاجة إليها، ولكن شبابنا يبقون بدون زواج ويتعرضون للمزالق والمهالك ذكورا وإناثا، أو ننفق هذا القدر من المال على تزويج هؤلاء الشباب ذكورا وإناثا ولكن نبقى بحاجة إلى هذه المساجد. أنا أقولها لكم، لست مجتهدا في هذا ولكني ناقل من قواعد الشريعة التي درستها وعرفتها. ننفق هذا المال كله لبناء الأسر وتفريج الشباب، والناس أن يصلوا في أي بقعة من أرض الله شاء. هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. أمام هذا التقصير يجب أن نعلم أنه ما من شيء ينحرف من جراء رغبته في أن يتزوج وعجزه عن التنفيذ إلا ويتحمل مثل جريرته والداه اللذان أمكنهما أن يزوجاه فلم يفعلا، والأغنياء الذين أمكنهم أن يمدوا يد المساعدة لهم فلم يفعلوا، كل هؤلاء يتحملون مثل وزر هؤلاء الشباب، ويوم القيامة سيتبع في الكلام. أزمة البيوت تحل بهذه الطريقة. أرض الله واسعة، والله في عين العبد ما كان العبد في عين أخيه. تحل لكن ماذا أقول عندما أدخل بيوتا واسعة الرجاءات والقيعان، انظر لا يحرم الوضع حلالا، انا لا يحرم حلالا، لكني عندما انظر هكذا يقفز الى ذهني صورة الشباب
الذين يحلم الواحد منهم بغرفة مع منافعها، بغرفة واحدة مع منافعها لكي يعف نفسه. يا ما الذي ضرك أن تجعل مالك هذا قسمة بينك وبين عباد الله؟ ما الذي ضرك؟ والله إن الله لأكرم منك لو أنك فتحت كفك من أجل أن تنفق جزءا من مالك هذا على أولادك أو أولاد إخوتك من الشباب لرأيت أن الله أكرم منك، ولرأيت أن الله لا يقبل من نفس أبدا عندك. أنت ترحم عباد الله والله لا يرحمك. نعم الباري عز وجل من عادته من أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن جرب وجد هذه الحقيقة. هذه هي المشكلة الثالث، وهذا هو علاجه، العلاج موجود والتنزيل سهل، ولكنه يحتاج إلى أن نأخذ المفتاح ونستعمله. يبقى العلاج المشكلة الأخيرة، أن تمد الدولة أيضا كمسؤولين يد العون إلى كل هذه القطاع لتيسر الأسباب وتحقق الآمال. وأنا من عادتي أيها الإخوة أن أذكركم بأن الله عادل، عندما ننهض نحن كأفراد بأداء مسؤولياتنا يلهم الله المسؤولين بالقيام لهم أيضا بدوره، وعندما نسند ظهورنا إلى الجدران ونتكاسل فإن الله أيضا يبتلينا بمن لا يهتم بشؤوننا. المسألة هكذا، كما قال الحجاج مرة لمن قال له لماذا لا تتعامر لنا، أي لماذا لا تكون لنا مثل عمر؟ قال تبادروني أتعامر لكم، كونوا لي كما كان أبو ذر وأمثاله لعمر، أكون لكم كما كان عمر للناس. هذا حق ألهمه الله عز وجل إياه. أنا أقول باختصار بهذه المشكلة ومسؤوليات المسؤولين ما قلته مرة عندما دعيت من قبل شاب يحضر هذا المسجد عندما كنا بالسنقدان، دعاني إلى عقد الكرامة وحضرت، وتبين أن الحفل كان فيه عدد كبير من المسؤولين، وطلب مني أن أقوم تلقية لي، وانتهزتها فرصة قد لا تعيا، توجهت أنظار المسؤولين إلى هؤلاء الشباب وإلى ضرورة عمل شيء من أجل تسهيل الجواب له. أقول باختصار الكلام الذي قلته، أنا أوجه النصح إلى الشباب قبل أن أوجه الأمر بتنفيذ شرع الله إلى المسلمين. أقول للشاب إذا نظرت يمينا وشمالا فوجدت أسباب الزواج قد استغلقت عليك، فأعد سيرة يوسف عليه الصلاة والسلام في حياتك، واعلم أن الله كما لم يضيع نبيه وصديقه فلم يضيعك أنت أيضا، فقد صبر يوسف، ولكن الله عز وجل ثمر له صبره وآتاه فوق ما كان يحلم به، وقد توج الله بيانه هذا بهذه العبرة عندما دخل إخوة يوسف وعرفهم على شخصه إذ قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنا أقول كل شاب التفت من حوله ولم يجد أسباب الاستعفاف مهيئة أمامه ليتشبث بحبل الصبر وليستنجد بالله، ولسوف يؤخذ الله عز وجل
صدره نصرا ونجاحا. ولكن أنا من الغلط أن أمر الشباب بالصبر ولا أمر الذين بيدهم المفاتيح بفتح الأبواب. فماذا قل؟ أرجو تتم الكلام في هذا إلى درس قادم إن أحيانا الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.